السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرح دواء جديد لعلاج الكورونا. بدأت الصيدليات بمصر في استقبال دواء الذي يعد أول مضاد فيروسي يستهدف فيروس كورونا المستجد ومتحوراته. ومن المقرر أن يستخدم الدواء في علاج المرضى المعزولين منزليا للمعالجين من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الدواء سيتوافر في الصيدليات اليوم، وهناك حالات تحتاج هذا الدواء وحالات أخرى لا تحتاجه. ولفت في تصريحات تلفزيونية إلى أن الدواء لا يصرف إلا بوصفة طبية من الطبيب وخطر في حال أخذه بدون وصفة طبيب. ويضم دواء 40 كبسولة في العلبة الواحدة تستخدم في القرص العلاجي للمريض لمدة 5 أيام بتكلفة 420 جنيه للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور أوميكرون السائد في مصر والعالم حاليا. ووافقت اللجنة العلمية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة والسكان على إدراك بوقت سابق للبروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا ليتم صرفها في صيدليات المستشفيات قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة. كانت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قد صرحت بأن الدواء يمكن أخذه لمرضى كورونا خصوصا للمعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.